مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج قانون اللعبة على قناة الكويت الرياضية. منو ما يحب الخيل؟ منو ما يستمتع في الخيل؟ منو ما يتغزل في الخيل؟ منو ما يتابع الخيل؟ الكثير من الأمور ندمج الخيل في حياتنا، أقل ما فيها تحط صورة بالبيت خيل. فاليوم راح نسولف عن الخيل، ولكن بسباقات الخيول وسباقاتها شلون هي تكون وشنو قوانينها الخاصة في هذه السباقات. مو بس هو خيل طرق يركض وخلاص، لا لا لا، فيها لها قوانين، فيها لها أسس، فيها لها أشياء جميلة بنسولف عنها، ولكن خلنا نتعرف على ضيفنا بعد البطاقة التعريفية. من بعد البطاقة التعريفية خلوني أرحب برئيس اللجنة العليا لسباق الخيل الكابتن العزيز الأستاذ سلطان العذاب. حياك الله كابتن سلطان. أهلين يا مرحبتين، نورتنا طال عمرك. أتشرف فيك أخوي محمد أكبر، الله يسلمك، وبال هذا اللقاء من برنامج قانون اللعبة. الله يحفظك إن شاء الله، لكن اليوم دورك أكبر لأن أنت بتعرفني عن سباق الخيول. نبي نتعرف على هذه اللعبة. في يمكن الناس تعتقد أن الخيول هو بس ركض، لا، في لها أسس في هذه الألعاب وهذه المسابقات. شنو قانون سباق الخيول؟ احنا طبعا سباقات الخيل في كذا سباق لها وكذا برنامج لها، نعم، ولكن احنا مختصين في سباقات السرعة الفلات ريس. حلو. سباق السرعة يرتكز على أربع أساسيات، هي الجواد، الفارس، المالك والمدرب. تمام، أربع أنواع أساسية أساسية في اللعبة. ممتاز. هي القانون، يعني قانون اللعبة راح يعني يكون محورها الأربع. يعني أقول أنا أبدي في المالك. أي نعم. اللي هو اللي لازم يجهز لهذه الأمور. ممتاز. شنو دوره الرئيسي؟ المالك لازم يعني يختار او يشتري جواد صالح لسباقات السرعه، عارف الستارت الانطلاقه، يكون جاهز تماما حق السباق. تمام. الطرف الثاني اللي هو الفارس او الجوكي احنا نسميه. ممتاز. الفارس لازم يكون، يعني احنا عندنا نوعيات الفرسان متدرب، نعم، ويعني يسمونه برنتس. حلو. ومن ثم يكون متمكن، يعني يكون جوكي صحيح متعدي الفوز اكثر من 20 سباق او 25 سباق. تمام. يكون يعني جوكي او فارس معتمد لنا. حلو. ويكون يعني يطبق عليها القوانين كامله، قانون كان يعني اذا هو معدي هذه الشروط يشارك في مسابقات سباق الخيول. نعم، لازم يكون يعني بدايته يكون فارس متدرب. جميل. بعد ما يكون فارس المتدرب ياخذ، يعني لازم يفوز تقريبا في السباقات مركز اول من 10 سباقات الى 20 سباق علشان يعتمد يكون فارس متمكن، يعني فارس والله يبي له شغل، يعني او انه سنوات انه ممكن يطول اذا ما في كثره سباقات يعني كثيره. لا لا، الحمد لله بالكويت هنا في اربع مضامير، ويعني عندنا سباقات بالاسبوع اربع مرات. حلو. يعني فالامور ان شاء الله طيبه وياي. يعني ممتاز، يعني ان شاء الله سريع على الوطن. اذا اجتهد وتعب على حاله راح يوصل يعني الى جوكي متمكن. ممتاز. عجبتني كلمة جوكي. بعد شنو في المالك؟ المالك خلصنا، احنا خلصنا ويا الفارس، بالإضافة لباقي الجواد المدرب. والمدرب، نعم، المدرب طبعا هو اللي عليه الأمور كلها، انه يجهز الحصان الى السباق. حلو. وانه يعني يلتزم في قوانين اللعبة من ناحية فحص المنشطات. من ناحيه فحص نشاطات الجواد. الجواد اللاعب ماله او الفارس ماله؟ الفارس الى الان ما وصلنا مرحله ان نفحص الفرسان. جميل. كل شغلنا على الجواد نفسه. الجواد نفسه. حلو حلو. انه يكون غير يعني بعيد عن المنشطات، لان احنا عندنا فحص خارجي في فرنسا وفي
موريشوس وفي جميل. دبي مختبرات عالمية اعترف فيها. بس هذه الجزئية يمكن هلا سولف فيها، هل الفحص يعتمد فقط على الخروج ولا أيضا على الدم مع الحصان؟ لا، احنا عندنا فحص قبل السباق وهو TOC2. نعم، هذا نفحصه حق الخيل السباق اللي يعني ممكن تكون متعاطية. حلو. اي فنفحص الخيل اللي بتفوز. اي أربع الأوائل نفحصهم. اي قلت الكندين. تمام. والله يكرمك بعد السباق نفحص البول. نعم، هذا الخروج. فتأخذ وقت هذا؟ من أسبوعين إلى ثلاثة. والله مدة. إيه كنتيجة يعني. هذا الأمر مو متوفر عندنا بالكويت. لا، مختبرات خارجية. مختبرات خارجية. حلو. كابتن سلطان راح أكمل وياك الحوار، لكن خل أطلع في هذا التقرير الخاص في رياضة سباق الخيول، ترى للحين ما بلشنا. سباق الخيل رياضة تعتمد على سرعة الخيول ومهارة الفرسان. انتشرت هذه الرياضة عبر القرون الماضية في أوروبا وخاصة في إنجلترا، وكانت ملوك إنجلترا وأعضاء طبقة النبلاء تملك خيول السباق، ونتيجة لذلك تسمى سباقات الخيل أحيانا رياضة الملوك. انطلق أول سباق من مدينة نيو ماركت، ولا تزال نيو ماركت مركزا لسباق الخيل في وقتنا الحالي. رجعنا وياكم، ومن بعد هذا التقرير المميز أرجع مع الكابتن السلطان العذاب، بدخل في أجواء المسابقات. شنو أنواع المسابقات اللي عندكم، وشلون الواحد يكون هذا هو على البطل الفائز؟ والله شوف، احنا السباقات اللي عندنا مسافات، مسافة من 1000 متر نعم إلى 2400، هذه المعترف عليها. في بعض الأحيان نكون ودي 2600 3000 متر ما شاء الله. حلو. فالسباقات هذه لها درجات. نعم. درجة يعني مبتدئ اللي ما عمره فاز، ثالثة رابعة ثانية أولى. حلو. فالدرجات هذه لكل قوة حصان يدش فيها له سباق خاص فيه. ممتاز. يعني أنت لما تقول رابعة ثالثة أولى هي الأفضل؟ هي الأفضل، هي الأعلى. هي الأعلى اللي يكون عنده قلبات من 5 إلى 6 سباقات وفوق، ويدخل على قولتهم النخبة. النخبة. ممتاز. الألف متر احنا نقول، خلينا نبلش في هذا المسابقة. ممتاز. هل نوعية الجواد لها دور في خلينا نقول اختيار اللجنة مثلا بتواجده، ولا هو فقط على الفوز؟ يعني مثلا والله الحصان هذا لونه بني، والله ممتاز، وزنه كذي ممتاز، يعني كلهم نفس الوقت الأوزان مختلفة كلهم نفس السباق؟ لا أبدا أخوي محمد أكبر. هذه الخيل أساسا إحنا نشتريها على مواليدها، أمها وأبوها. إحنا عارفين جدها الرابع والخاصل. أي نعم. حلو. يكون يعني لها في خيل تركض مسافة 5 يعني 1000 متر. أي. حدها 1000 متر 1200 متر. تمام. وفي خيول لا نشتريها تركض 2400 3000 متر. حلو. من 2000 وفوق. شنو هذه الانواع كابتن سلطان؟ طبعا هذه كلها ثيربريد من بريطانيا، من فرنسا. حلو. من اوروبا، الحين في مزادات في دبي. نعم. قاعد نشتري من دبي هناك. جميل. تشترونهم وهم صغار ولا بدايه الجواد في عمر السنتين؟ ايه؟ يبدا سباقه. حلو. فنشتري احنا من عمر سنتين الى 11 سنه. تمام. من بعد 11 سنة خلاص يصير شاب. والله شوف، عندنا بالكويت يعني إذا شريته حد سنتين ثلاث بعدين خلص. ليش؟ لأن للأسف الأرضيات عندنا متعبة لهم. إي الأرضيات، إحنا أول شيء للأسف غير محترفين دوليا يعني من ناحية سباقاتنا كسرعة. حلو. وهذا الشيء يعني هل سبب هاي أرضياتنا؟ مو سبب، إن الدولة يعني الدعم إلى الآن للفروسية. حلو. غير مجزي وغير يعني فعال صراحة، لذلك هو غير معترف فيه دوليا. في مبلغ معين في بالاهتمام والدعم. إيه لازم يكون موجود. إيه عشان لازم يكون دولي. عندك محجر، لازم يكون عندك اشتراكات بالمنظمات الدولية. حلو. طبعا مو قاعد يدفعون، فهذه هي المشكلة. حلو. إن شاء الله هالأمور هذه كلها إن شاء الله تكون يعني تتعدل في قادم الأيام، نشوفها هذه الرياضة معترفة فيها دوليا. زين، أروح إلى خلينا نقول جوانب أخرى من خلال السباق، فقط هي السباقات السرعة ولا في أمور ثانية لا قاعد تتنوعون فيها؟ لا والله احنا متخصصين بس سباقات السرعة. ممتاز. بس ما عندنا غير سباقات السرعة. الحين دش علينا شوي بيت العرب. ايه؟
بالسباقات العربيه. احنا ثيربريد اي سباقات الخيل الانجليزيه حلو، لكن الحين دش علينا السباقات العربيه. هذا اللي جايك فيه، قاعد اقول لك دور الحصان العربي في السباق لا دور ولا فقط هي الاحصنه الاوروبيه؟ لا لا لا، الاوروبيه لها سباقات معينه بروحها. نعم. والعربيه الحين بيت العرب برعايه الوكيل المساعد ديوان الأميري. نعم. الشيخ فهد دعيج الصباح. حلو. دعمت بيت العرب بسباقات ما شاء الله، يعني فوق 40 سباق ما شاء الله، بجوائز مميزة خاصة بالخيول العربية فقط. جميل. لأن الخيل العربية ما تقدر تدش فيها الخيل الإنجليزية، صعب تتوالف. لا، الخيل الإنجليزية أساسا توليفها إنجليزي بعربي. أي. إنتاج، فطلعوا الثيري بريد وهو الحصان الإنجليزي هذا قوي عن الحصان العربي. ممتاز. في أحصنة مرات نشوفها تعر من السباق، شنو الأسباب هذه؟ والله أنا قلت لك هذه أكثر خيل العربية، العربية غير مهيئة لسباقات السرعة. طنقر شذي ويطلع برا. إيه نعمين، هذه صراحة موجودة موجودة شفناها. وايد موجودة لا والله هدوا شباب هدوا. على العموم شكرا كابتن لك سلطان العذاب على تواجدك اليوم ويانا في قانون اللعبة. الله يجزاك خير، مشكور يا أخوي محمد أكبر. شكرا. وشكرا لمعدنا عبد العزيز العدوان والمخرج، ونشكر وزير الإعلام على هذه الوقفة اللي دايم معانا في الفروسية، ونتأمل منها الكثير إن شاء الله. إحنا نكون حاضرين دائما وياكم في مثل هذه المحافل ومثل هذه المسابقات إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام من خلال متابعتكم لنا في هذه الحلقة الخاصة في سباقات الخيول. بإذن الله تعالى تترقبون الكثير من خلال هذا الموسم، الموسم القادم في سباقات كثيرة متنوعة في الخيول، بس عليك أنك تتابع وين السباق وين المكان، وروح استمتع أنت وعائلتك الكريمة خاصة وسط هذه الأجواء اللي قاعد تصير شوي شوي أبرد، فالأمر راح يكون جميل جدا. نلتقي وياكم إن شاء الله في حلقة أخرى مع رياضة أخرى. أشوفكم تشوفوني، فوالله.